طيب رسالة توجهها في هذا العلامة الكاملة لمن تعطيها في هذا المحنة؟ العلامة الكاملة نعطيها للشعب وتحية الشعب السلطات واش تقول لهم؟ حماية مدنية تحية الحماية المدنية المساكن يخدموا يجي طالع مسكين ما على باليش كيفاش راح نقول لك شو نقول لك كان في في حرب في ثورة ما نساوش بلي بابا مجاهد بابا تاع مجاهد من من المنطقة هذيك من أكبر المجاهدين في المنطقة هذيك صحيح المنطقة ليست بعيدة عن مكان سجاد العقيدين؟ الحواس وعميروش آه جاهدي كبير اسمه الحاج عيسى أه الحمايه المدنيه ثاني اللي نشكرهم كاين واحد حمايه مدنيه جاء الحاج قال له يا ودي خلاص ما تزيدش خلوا عليه قال ماني خاف عليكم انتم لا تزيدوا تموتوا قالوا ما نروحوش حتى نجبدوه حمايه مدنيه قالوا ما نرقدوش حتى نجيبوه راك فاهم الشعب مرقدش مسكين كاين تعاطف كبير ما بين الشعب أنت الشعب يجي يشعل النار في الليل كاين البرد يشعل النار تلقى معاهم ايبومبي حماية مدنية وتلقى معهم سميهم دركي, دركي. وتلقى الشعب متخلطين ويحموا صورة سما صورة التعاطف شوف من المنبر هذا نقول لك ما كانش شعب كما شعب الجزائر في الوقفات تاعو ما ادري وش يصرا. الشعب تاع الجزائر وحده قلت لك كاين ملحمة أم درمان ملحمة أم الشمل أم الشمل أم الشمل هذه سموها على وقت صح وجل وقت وين لم الشمل ام الشمل كانوا سمينا ام الشمل سما ما مش داير